أقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في الديوان الملكي بقصر منى اليوم حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام. يتقدمهم فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ودولة رئيس وزراء جمهورية جيبوتي عبد القادر محمد، ودولة رئيس الوزراء الغيني الدكتور إبراهيم فوفانا، ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، ورئيس الحزب الحاكم والمسؤول عن شؤون الحج في جمهورية موريشيوس شوكة سودهن، ورئيس حزب عدالة الشعب الماليزي أنور إبراهيم، ونائبه رئيس الوزراء وزيرة التنمية لشؤون المرأة والأسرة والمجتمع في ماليزيا الدكتورة عزيزة بنت وان إسماعيل، ورؤساء مجالس النواب في عدد من الدول الإسلامية. وقد بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة بهذه المناسبة. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات ضيوف الرحمن، أيها الإخوة والأخوات بأمة الإسلامية في كل مكان، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من جوار بيت الله العتيق، من منبر الوحي ومنبع الرسالة المحمدية الداعية التسامح والتحاور. وهنئكم بعيد الأضحى المبارك، يوم الحج الأكبر عاده الله على الجميع بالخير والبركات. أيها الأخوة والأخوات، في الحج تتجلى دعوة الإسلام الجوهرية في وحدة الأمة، كما في هذا التجمع الكبير بإقامتهم في هذه المشاعر المقدسة في زمان ومكان واحد، ملبين بدعوة ربهم الحج البيت العتيق، تاركين خلفهم متاع الدنيا وزخارفها. أيها الأخوة والأخوات، لقد شرف الله المملكة السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وقد نفخر بها وجعلنا رعايتها وسلامتها في قمة اهتماماتنا، وسخر لهم كل ما يعينهم على أداء حججهم ووفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج وسلامة قاصدي بيته الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكملين بأعمالنا الجهود الجليلة بذلها ملوك هذه البلاد المباركة منذ عهد مؤسسة جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله. أسأل الله لكم قبول أعمالكم وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا ودعاءكم مستجابا، وأن يعيدكم إلى بلدانكم سالمين غانمين إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثر ذلك ألقى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن كلمة رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ولحجاج بيت الله الحرام وللعالم أجمع بعيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات. وأكد معاليه أن توجيهات القيادة كانت حافزا للعمل الجاد والدؤوب لتنفيذ الخطط التشغيلية التي تم العمل على إعدادها منذ انتهاء موسم حج العام الماضي. عقب ذلك ألقى عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد هداية نور واحد كلمة أعرب فيها عن جزيل شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على ما لمسه الجميع من الأثر المبارك لخدمة الإسلام والمسلمين.
كما ألقى رئيس مكتب شؤون حجاج العراق الشيخ الدكتور خالد أبا ذر العطية كلمة أكد فيها أن أعظم مقاصد الإسلام ومن أهم غايات الحج ومنافعه الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وتقوية أواصر الأخوة والمودة والتعاون بين أبناء شعوب المسلمين بمختلف مذاهبهم وأعراقهم وأوطانهم. بعد ذلك تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. وفي ختام حفل الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين. حضر حفل الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن تركي وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق وصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير بندر بن فهد بن بندر وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز.